نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية بعد انتهاء قمة المناخ بالقرار اللي تم وصفه بالقرار التاريخي، وهو إنشاء صندوق للخسائر والأضرار. عن الكواليس بقى وعن التحديات والمفاوضين وإزاي تم التعامل معاهم والوصول لهذا القرار، معنا على الهواء معالي السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية وكبير مفاوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ. معالي السفير، برحب حضرتك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا بحضرتك. واحنا بنقرا وبنتابع الاخبار يعني عرفنا ان المساله ابدا ما كانتش يعني سهله، وكان في قدر كبير من الصعوبه، وان يبقى في كل الوفود تتحلى بالمرونه للوصول طبعا لهذا القرار. فلو ابتدينا بكواليس الايام الاخيره او الساعات الاخيره كمان يا معالي السفير. هو طبعا هي المؤتمر ده بيعقد بصوره سنويه، وزي ما الساده المشاهدين حضرتك عارفه هو بيضم 196 دوله، وفي ثلاث مسارات اكيد حضرتك اشرت ليهم. المسار الرئاسي اللي كان اول اللي كان فيه القمه برئاسه السيد الرئيس اول يومين، ثم المسارات الاخرى الايام اللي بنسميها الايام الموضوعيه اللي بيتم فيها مناقشه القطاع الخاص والشركات والبنوك ومراكز الفكر والابحاث، بتقعد تناقش موضوعات محدده كل يوم. تمام. والمسار بقى الاهم اللي بيمشي في التوازي مع ده اللي هو المسار التفاوضي، اللي هو بيبان بقى في اخر 3 ايام مدى صعوبته وتعقيده، وهو ده اللي احنا الحقيقه كنا فيه، وهو ده اللي بيخرج منه القرارات التي تحدد شكل التوجه الدولي للتعامل مع تغير المناخ. وطبعا بما ان القرارات دي بتطلع بالاجماع، يعني لازم موافقه 196 دوله عليها، فده يستدعي ان ال 196 دوله يحسوا ان هم كل رؤيتهم او رؤيتهم اغلبها موجود في القرار، وفي توافق وتفاهم ما بينهم على مش بس صياغه القرار لكن اليه تنفيذ القرار. الحقيقه السنه دي كان في 3 قرارات شديده الصعوبه من ضمن 140 قرار بيتم التفاوض حواليهم. اول واحده حضرتك اشرت ليه انشاء صندوق لدعم الدول الناميه في مواجهه الخسائر والاضرار المتعلقه بتغير المناخ، بمعنى ان لو في دوله فجاه حصل لها اعصار واثاره شديده جدا، او دوله زي ما شفنا الكيس بتاع باكستان او نيجيريا او حرائق غابات، هتقدر ازاي تلاقي دعم دولي يساعدها انها تتعامل مع الخسائر المترتبه على هذه الكوارث المناخيه. الموضوع ده بقاله 30 سنه بيتم النقاش حواليه، ولكن لم يتم ادراجه في المفاوضات الرسميه اصلا غير في اطار تبادل المعلومات او نقل التكنولوجيا، ولكن لم يتم ادراجه في المفاوضات من منطلق التمويل، لان طبعا موضوع التمويل ده اللي هو اصعب حاجه واكثرهم تعقيدا في المفاوضات. كان دايما الدول المتقدمه تتجنب ادراج هذا البند علشان ما يبقاش عليها مسؤوليات في تقديم تمويل عند حدوث الكوارث المناخيه، ولكن الحمد لله الحقيقه الحشد بقاله كذا سنه والرئاسه المصريه قدرنا ان احنا نحطه في الاول اللي هو من اسبوعين على الاجنده بتاعه المفاوضات. وانس بيبقى موجود على اجنده المفاوضات لازم يطلع منه قرار. تمام. لكن القرار ده ممكن يبقى مجرد قرار للمتابعه لك او قرار للتنفيذ، وهو بقى ده الشق الاصعب. قرار لانشاء صندوق يتم من خلاله تمويل او دعم الدول الناميه ده كان حقيقه صعب جدا، سواء هو القرار ده او القرارين التانيين اللي هو واحد انشاء برنامج عمل لتسريع وتيره خفض الانبعاثات، وده بيهدف الى مناقشه خفض الانبعاثات بتاعت الغازات الدفيئه في قطاعات مختلفه. اي فن. كان قبل كده النقاش حول استراتيجيات دوليه، استراتيجيات وطنيه، خطط وطنيه، ولكن برنامج عمل بقى للتنفيذ هو ده كان برضو الشق الثاني الاصعب. فهو كان في موضوعين او 3 موضوعات شديد الصعوبه، اللي هو انشاء الصندوق وانشاء واطلاق برنامج العمل لخفض الانبعاثات وخطط وطنيه متعلقه بالهدف. القرار الجامع اللي احنا بنسميه قرار الشامل، اللي هو بيغطي مختلف الموضوعات اللي يتم تناولها، وده برضو كان عليه الحقيقه يعني صعوبه جدا في المفاوضات، ويعني الحمد لله ربنا كرم ووفقنا ان احنا قدرنا ناخد التوافق بتاع 196 دوله. طيب معلش بقى يعني حطينا في الصورة أكتر بخصوص أنه يتم التوصل لاتفاق وإجماع بالوصول لهذا القرار اللي هو القرار الأول الخاص بالصندوق، وتفاصيل أكتر عنه لأن برضو الصورة ما هيش واضحة بالنسبة للبعض. هل ده بديل؟ يعني كان يقول لك التخوف أن يكون صندوق تعويضات
ويبقى بمثابة إلزام للدول المتقدمة إنها تدفع دايما الفاتورة، ده بديل عن ده ولا؟ وهل ده ليه علاقة بال 100 مليار دولار ولا حاجة تانية مختلفة؟ وكمان الأطراف اللي بتتكلم وتحميل البعض المسؤولية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من ناحية وما بين الصين من ناحية تانية، يعني برضو نفهم الصورة مع حضرتك. هو طبعا لو الموضوع يعني احنا المدخل بتاع الرئاسه المصريه ورؤيتها للدفع ايوه بادراجه على التفاوض ثم الخروج بنتائج كان مؤسس على ان في يا جماعه تفاهم دولي، في المجتمع الدولي متفاهم ان في مشكله في دعم الدول الناميه للتعامل مع الخسائر والاضرار المتعلقه بتغير المناخ، واحنا شفناها في باكستان خسائر بتاعه الفيضانات، دوله بقت نصها تحت المياه خسائرها 30 مليار دولار. طيب هل نسبب الصندوق ده صندوق تعويضات؟ صندوق تعويضات ده له ابعاد قانونيه شديده التعقيد، ويعني هيبقى من الصعوبه بمكان ان احنا نحوله لصندوق تعويضات. ولكن التفاهم اللي قدرنا ندفع بيه ان احنا صندوق للدعم في مواجهه الاثار المناخيه، فده المدخل بتاعه. والتاني ان احنا ننشئ صندوق، ما يبقاش بس نقول والله اصل في مسار هنا ممكن تروح البنك الدولي، ممكن تروح اليون اتش سي ار، ممكن تروح منظمات امميه اخرى. لا، يبقى في مدخل وبلاتفورم وجهه تقدر تروح تتعامل معاها تساعدك بصوره سريعه وعاجله في التوفير. ولذلك تم انشاء الصندوق، ولكن سيتم خلال العام القادم بقى وضع السياسات التنفيذيه لاليه انشاء الصندوق، يعني توافقنا خلاص على المبدا او توافقنا على انشائه، وده برضه صعب جدا ان احنا نحطه على المبدا ثم نتوافق ان احنا هننشئ الصندوق. ما ممكن نقول ان احنا طب اي حاجه يا جماعه ممكن نناقش الاليات المختلفه. فالضغط الشديد من الرئاسه المصريه مع الدول الناميه كموقف موحد حقيقه لكل الدول الناميه ان احنا محتاجين دلوقتي في اسرع وقت ننشئ صندوق ونفعله في اسرع وقت، بحيث احنا نتعامل مع الاثار الاقتصاديه الشديده للكوارث المناخيه اللي بنشهدها بصوره متسارعه ونتائجها بقت اصعب كثير من هو الاول. الدعم ده يا معالي السفير بنتكلم على دعم مادي، يعني طبعا دي كان اللي هم عايزين يتهربوا منها، مش بس مجرد دعم فني او لوجستي للدول المتضرره. ودعم مادي، لان هو موجود الدعم الفني واللوجستي ودعمك لانشاء خطط وطنيه للتعامل مع كيفيه مواجهه الاثار المناخيه، ده كل ده موجود. ولكن الذي كان ينقص المنظومه هو الدعم المالي، كيفيه توجيه دعم مالي سريع. وده بخلاف ال 100 مليار التي تم التوافق عليها من 11 او من 13 سنه لدعم الدول الناميه في عمليه الانتقال. الانتقال في ايه؟ انتقال الى النمط التنموي او النموذج التنموي الجديد الذي تم التوافق عليه في عام 2015، والذي يهدف الى ان احنا النمط الانتاج كله، النمط الاقتصادي كله، النمط التنموي كله يبقى ذو حجم او ذو بصمه بس كربونيه. يعني ده كده مختلف، يعني الصندوق ده خارج ال 100 مليار دولار اللي تم. مختلف كانت بالظبط. ما هو ممكن بيتابعها يقول لك طب ايه الضامن؟ يعني ايه هي الاليه اذا كانت ال 100 مليار دولار بنتكلم عنها ما حصلش فيها حاجه، يعني ما تمش التزام بيها، فما بالك بالصندوق؟ يعني برضو اليه العمل ايه؟ او الالزام؟ معلش الصوت مش واضح، انا مش سامع حضرتك. لا انا بتكلم على يعني ال 100 مليار دولار لما يعني حطينا المثال ده قدامنا، هم اصلا ما التزموش بالمبلغ ده بالفعل، ففي الصندوق احنا بنتكلم هل في اليه معينه؟ حضرتك بتقول لسه بيتم التباحث بخصوصها، الزام هذه الدول انها تفي بالتزاماتها، التصور ايه؟ معلش لو بتعدي بقى الصوت برضه الصوت مش واضح يا فندم. طيب هي السماعه مع حضرتك يا فندم او سامعني؟ مش عارفه ده زوم. طيب معالي السفير سامعني كده يا فندم؟ معالي السفير انا سامع حضرتك بس يعني صوت مش واضح قوي. طيب هحاول اعلي صوتي وزمايلي برضو يساعدوني. طب يمكن السؤال ده هو اللي فيه مشكله. بنتكلم معالي السفير عن الاليه، يعني ايه التصور بخصوص الاليه للالزام؟ هل في وجه للالزام ولا لا؟ هو حضرتك لو حضرتك بس السؤال ده الصوت مش واضح، لو آلية تنفيذ الصندوق ده احنا انتهى الصندوق تم، ولكن تفعيله هو اللي هياخد سنه. في من خلال لجنه فنيه، لان حضرتك انشاء الصندوق ده حاجه، وبقى تضع السياسات بتاعته وآلية تمويله وهيقدم ازاي واعضاء مجلس الاداره ومكانه، كل ده بيتم التفاوض عليه، ولجنه تم هيتم تحديد اعضائها خلال شهر، ثم تبدا العمل لمده عام، بحيث ان احنا العام القادم ان شاء الله في المؤتمر القادم في دبي يتم بقى تفعيل الصندوق، ويبقى يتم التوافق على مختلف العناصر الخاصه بتفعيله. لكن الاصعب من التفعيل
كان هو ان انت انشاء، ولكن التوجه ان انت بدل ما ننشئ صندوق دلوقتي ثم نفعله خلال عام، خلينا نركز او صح نناقش البدائل المختلفه ثم نتفق عليها خلال عام. وده اللي حقيقه اللي احنا كدوله كمصر وكدول الناميه رفضناه وتحفظنا عليه. قلنا الكوارث والوضع الحالي فيما يتعلق بتاثر الدوله الناميه بالكوارث المناخيه مش هينفع ان احنا نقعد سنه نتكلم في البدائل ثم ننشئ صندوق ثم نقعد سنتين نفعل الصندوق. محتاج تدخل عاجل وسريع بإنشاء صندوق دلوقتي، وأن يتم تفعيله خلال عام بحيث إن هو يبدأ يشتغل ويقدم الدعم للدول النامية في خلال عام، وده الحمد لله اللي عظيم نجحنا فيه. عظيم. طيب كلمة أخيرة من حضرتك ومكاسب الدولة المصرية، يعني أنا لسه كنت بتكلم إن مكسب أكيد مهم بالنسبة لنا إن هذا القرار التاريخي يخرج من النسخة المصرية، لكن المكاسب التانية بقى من تنظيم هذا الحدث والمذكرات والعقود اللي تم توقيعها والإشارة للثقل المصري فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة، معالي السفير. أنا المكاسب الدولة المصرية يعني مكاسب عديدة جدا. أولا القدرة إظهار قدرة الدولة على تنظيم هذا الحجم من المؤتمرات، ده أكبر مؤتمر بيعقد على مستوى العالم. ايوه فندم، ومش بس حجم المشاركين فيه، لو حجم الناس اللي سجلت عشان المؤتمر حوالي 60,000، ولكن بصورة يومية كان في ما بين 20 إلى 25,000 مشارك موجودين في نفس المكان، بيخشوا تقريبا في نفس التوقيت، بيقعدوا على بيحضروا عدد كبير جدا من الاجتماعات كلهم في مكان واحد. قدره الدوله على الاداره اللوجستيه للحدث، وعندها قدرتها على استضافه الحدث، وده جزء. والجزء الثاني قدرتها على اداره الحدث سواء على المستوى المواد الحواريه او الايام الموضوعيه، او المستوى الاكثر تعقيدا قدرتها الدبلوماسيه على اداره مفاوضات شديده التعقيد تتجاوز الشق المالي، لكنها تتناول موضوعات زي موضوعات الطاقه وموضوعات المياه وموضوعات الزراعه وموضوعات حظر الانبعاثات وموضوع القواعد الاسترشاديه للتعاون الدولي في هذا المجال. دي كلها حوالي 120 140 بند تفاوضي كلهم بيغطوا كل المجالات اللي حضرتك متتخيلها. فاظهرت قوه الدوله المصريه في اداره في تنظيم واداره حدث بهذا القدر، وبس مش بس قدرتها، انها عندها رؤيه قدرت تدفع بيها وتنجحها وتوصل في اخر المؤتمر انها تحقق النتائج التي اعلنتها منذ بدايه العام. الحمد وده لله. ده جزء برضه صعب جدا ان انت كدوله ان انت تدفع بعدد من المبادئ او عدد من الاهداف التي يعني نقدر نقول ايه اللي هي من الصعوبه بمكان ان انت تدفعها في هذا المحفل. زي ما كنت بقول لك قبل المكالمه، قبلك ان التوجهات في المفاوضات في الشق التفاوضي مختلفه، ما بين التوجه الذي يهدف الى تركيز على البعد التنموي، وهو اغلب الدول الناميه اللي هي عندها احتياجات في مجالات مختلفه، الصحه والطاقه، وعايزه تحقق تنميه اجتماعيه واقتصاديه، والطرف الثاني او التيار الثاني الذي يهدف الى تسريع وتيره العمل لمواجهه تغير المناخ. فلازم لازم نسرع الاجراءات التحول الاقتصادي في اقصر وقت وبصوره مكثفه، ويهدف الى التركيز على الشق البيئي او الشق المناخي. ما بين التوجهين دول لازم توجد يعني حل وسط علشان تقول والله طب في هذا الاطار احنا هنعمل التحول ده، ولكن لازم يبقى في اليات دعم للدول الناميه، كيفيه دعم الدول الناميه للتحويل لعمليه التحول، فتره التحول في الدول الناميه تبقى اطول شويه. عشان كده هتلاقي ان في تقييم المخرجات بتاعت المؤتمر هتلاقي فيه اختلافات. في دول اللي هي طموح بيئي شديد وبتركز على التغيرات المناخيه وتسريع وتيره العمل في تغير المناخ، بتقول ان المؤتمر قد لا يكون على نفس المستوى التي كانت تطمح اليه. وفي الدول الثانيه اللي هي اغلب الدول الناميه بتقول والله احنا المؤتمر ده خد في اعتباره وبصوره كبيره جدا الوضع الحقيقي في التنفيذ على الارض، اظن والوضع الظرف المتعلق كمان ب... ايوه لسه بقول التحديات اللي بتواجه العالم، الازمه الروسيه الاوكرانيه وازمه الطاقه في وضع شديد الصعوبه سواء من ناحيه امن الطاقه واسعار الطاقه في العالم واسعار الغذاء في العالم والامن الغذائي والامن المائي وما نشهده من تحديات سياسيه. من الصعوبه ان انت توصل للتفاهم ما بين 196 دوله، البعد السياسي بقى دخل كمان في الشق الفني مع الشق الاقتصادي. بس الحمد لله يعني الفريق الرئاسه المصريه
اللي هو بقياده السيد وزير الخارجيه طبعا، وفي عدد كبير من الوزارات، احنا وزاره الخارجيه طبعا، ووزاره البيئه، ووزاره التجاره، فريق الحقيقه متنوع من الوزارات، والحمد لله قدرنا في الاخر ان احنا نوصل لهذا كل الاتفاقات التحية او هذه والتقدير، الاتفاقات. وبالتأكيد يعني التعب والجهد المبذول على مدار الفترة اللي فاتت، بداية من التحضير طبعا للقمة، انتهاء بجلسات شكرا المؤتمر حضرتك، وفعالياته والمخرجات طبعا. كل الشكر والتحية لحضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. معالي السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، كبير مفوضي الرئاسة المصرية في مؤتمر المناخ.